اولا نود نتقدم جزيل الشكر لجميع الاخوه والاخوات اعضاء المجلس على الانتخاب ديالهم وعلى الثقه ديالهم اللي حظوا بها من طرف المواطنين. اود ان نقدم الشكر بصفتي رئيس المقاطعه لجميع الاخوه اللي وضعوا الثقه في هذا العبد هذا، وكان نتمنى من الله ان نكون على حسن الظن ديالهم ونوفروا لهم جميع الظروف ديال الشغال بتنزيل برنامج متكامل، برنامج يوفي مشاكل ديال الساكنه، ونتمنى من عند الله يكونوا حسن الظن. امام انتظارات اللي باغينا من الناس يكون البرنوصي هي تقديم الخدمات وتبسيط المساطر الاداريه وتوفير الملاعب ديال القرب للرياضيين والشباب والابناء ديالنا. كاينه مشاكل كثيره ديال 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 التشجير ديال ديال الطرقات ديال التزفيت ديال هذا. حنا ان شاء الله غادي معي ديال المكتب غادي نسهروا على وضع واحد البرنامج اللي غادي يخفف من المأساة والمعاناة ديال الساكنة. كما كتعرفوا مجلس المدينة يتكون من ثلاث تحالفات اللي هو البام والإريني وحزب الاستقلال، وهذا مكون غادي يساعدنا احنا ك ك ك كجزء من 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 السير يعني غادي تكون الأمور مبسطة بشكل كبير لتنزيل المشاريع ديالنا واللي كتكون مبرمجه من طرف مجلس المدينه، يعني باش ناخذوا النصيب ديالنا والحق ديالنا من المشاريع المبرمجه في المدينه. غادي يكون عندنا حظ كبير ان شاء الله لتوفير الخدمات.